السلام عليكم. حلقة هذه الحلقة السابعة من برنامج المخزن. اولا اللي حارب على خاطر قضية مؤمن بيها ما يجريش وراء الفلوس والسلطة، افهموها زي ما تبوا تفهموها. اللي حارب مؤمن بيه قضيتها ما يدورش ان هو يكون مستقبله ولا من يلخبط ولا من يركب معه في السيارة، فهمتني يا بلو؟ ولا يبي يخش على المودلز البرازيليات والفرنساويات والفاشينيستاز يا فاشل، ولا بيشوف اما خير يشري، ولا بيشوف اما سباق يخش. يا اخوي انت ما تقدرش تحارب باسم شعب وانت حق سيارتك يسكن 100 عيلة نازح، وانت ما تقدرش تقرر مصير شعب وانت مقامز لي في بريطانيا ولا في ابو ظبي. وصلت. وفي الاخير اللي يتوفى منكم بطل وشهيد ورتبه ورا رتبه وكل يوم تنقام بيه، وسبحان الله اللي يموت من الشعب ياكل المالح هو ومالي. البلاد كانت بنيلواتها هلكتوها وهبكتوها وبعتوها خردة. وصلت ولا ما وصلتش؟ وكل يوم نجم جديد يطلع له فريق جديد في النت باش ينكد علينا. علاش تحاربوا على خطرهم وعلاش تتعاركوا على خطرهم؟ هم اصلا ما يعرفوش حتى انتم منه. فكروا بالله، احنا زمان لعبنا شدني وشد معك، لعبنا سبع رشادات وشلاليت، توا الصغار متاعنا قاعدين يلعبوا ونخطفني ونخطفك، وكل واحد مدار كتيبه مسدسات خرز تنهار نحرف تبقى بتريس. راكم خليتوها خلوا القدر ولا فطيره يعني. وكل هذا يبي فلوس، الاخواني يبي فلوس، السلفي يبي فلوس، العلماني يبي فلوس، الملحد يبي فلوس، المدني يبي فلوس، العسكري يبي فلوس، الميليشياوي يبي فلوس، انا نبي فلوس وانت تبي فلوس وهي تبي فلوس، كلنا نبي فلوس. تبي فلوس انت ولا يبي فلوس؟ واللي فلت لي من حرب الرصاص والبلوك خش لي على التيك توك. تيك توك اسمه ولا تيك توك ولا شو اسمه؟ سبان زي الرز ومتابعة فوق الرز. شوابك با مدي انت ترفع مدي خش مات المدي ان شاء الله. والبين وانت اخي المواطن الاب، اختي المواطنة الام، ربوا صغاركم تربحوا فددونا. واحد كبير تتعارك معاه ممكن تتفاهم معه، واحد عمره 12 سنة عنده فيسبوك وقاعد يلوح في الدوة تتفاهم معه، بيطلعوا لك ما هو يا فواه ما هو طف يا فواه سخيف فواه فوقونا فواه ليك بتحط عقل مع دلوقتي سخيف خيرنا فواه. يا اخوتي المشاهدين حتى الصبور تنحى العسكري واخده سيلفي مع الحياة. علاش حتى انتم متنحوش وتاخدوا سيلفي مع الحياة؟ خدوا سيلفي مع الحياة، تحط لك فيها ريزة، تحط لك فيها زيتونة، تونس تنتخب وليبيا مركزة كنتها عاد. مع ان توانسة نفسهم وفي هلبة مؤثرين ومشهورين غادي مش عجبوا الانتخابات، وهلبة مقاطعينها وفي هلبة مش حيصوتوا، يعني من الاخير مفيش حد عاش بحالة. فلو سمحتوا خلونا انا اللي هو بحالنا شوية، احنا غير قعدنا نحيوا في البلدان اللي يديروا في اي انجاز. افتح كشك جديد صف جولة، بنا كوبري جديد صف جولة، افتح مش عارف شن هو صف، وقف على الماكينة اسحب صف جولة. واحنا مش زيهم ولا نبوا نكونوا زيهم، ولا احنا خير منهم ولا هم خير منا، غير نبونا له فروحنا شوية بس، نبوا نبدو نحبونا. تنحبونا شوية ولا نقولها كلمة جاية؟ نقولها طرابلس. طرابلس عرفتوها العاصمة؟ تخيل العاصمة ما فيهاش مطار، هيك جونا احنا عاصمة وما فيهاش مطار. شنو قصدك يا فوا بيع يا فوا؟ شنو هذا يعني من تلقع يا فوا؟ قو ما تخافش فوا. اخوي انا والله ما عندي بنقول لك، راه عاصمة وما فيهاش مطار، فاهمك كفاية. تو نجول الحاجات الباهية والحاجات الإيجابية. ولدنا مالك الزناد كيف موقع عقد نزاله الجاي في بريطانيا؟ حتخش بعضها يعني، بالتوفيق حبيبنا. الفنانة الحمصة رجعت للساحة من جديد. كمال القرني ربح الذهبية في مستر أولمبيا العالمية، ومتهيالي هو تاني بطل عربي يربح في المسابقة. تعرف آخر واحد ربح ممكن في الستينات ولا في الـ. بغض النظر عن الناس اللي طالعة وتقول هو علاش طالع ليش هوكي برو، هو علاش طالع ليش هوكي برو، علاش هوكي برو، علاش طالع ليش برو. المهم ربح. مهرجان التذوق في بنغازي داروه للسنة الثانية، والمرة هذه جايبين الشيف الشربين معناها بالتنقام، والشباب مدارين جهدهم حتى ولو السنة اللي فاتت ما كانوش مؤمنين بيهم هلبة، ولكن السنة هذه جو من جديد وداروها. ما دابين احنا نشوفوا نشاطات أكثر ما منشوفوا سلاح. نورين خدنا مغادي وبالله يبدو شجعوا بعضكم، قصدي في كنا منا الأحباط هوا، شجعوا بعضكم يا حبيبي. أنا اسمع يا بتعطولي فلوس يا بنعريكم في الشقة هذه. حبيبي المشاهد، حبيبتي المشاهدة، هاتوا دانكم جاي. ما تكونوش من الناس اللي لما عفسوا عليهم عيطوا، ولما جو ناس سموا عياطهم ووقفوا معهم سبوهم ووقفوا ما لافس عليهم. وصلت هذه ولا نشرحها؟ سبحان الله، في ليبيا اللي يموت فارك يديروا كتيبة باسمه. راهي مش هيك الصدقة الجارية يا برو. الخبر زي ما نعرفش لو هو حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة. المرور مضيقها اليوم انا هادو وشادها في جرة الناس اللي وراقي سياراتها مش تامة. جميل جدا وثانك يو فيري ماتش صراحة، ولكن حبيبي راه المشكلة مش في اغلبية الشعب، المشكلة في الناس اللي مضلمينها وما عندهمش طرقات وتخلوا فيهم يمشوا وسيارتهم عبي اسلاح. اجماعتكم ما هو معقول اجماعتنا نوقفوهم؟ معقول اجماعتنا نوقفوهم؟ ما تجيش عيب يا رجل. حبيبي كونوا المثال اللي انتوا تبوا تطبقوه، يعني ما تجيش تولع لي بافرة وتجي تطب اصحابك في الليل.
وصلت ولا انا شرحالك. الله اكبر بهدلناها. صفة الحاج والشهيد لعبنا فيها تسعة يا شيخ، معاش ولت ليها اي اهمية. الجماعة شادينها بباليط بباليط والدنيا نايضة، وان شاء الله كنا نخش الجنة يا حبيبي. واحنا الصراحة الجامع عنا يصلوا فيه، والمولد صاخفين علينا بنو لفحويش. وصلت ولا انا شرحالك. وهذا كلكم واللي صاير في الجنوب كوم تاني. هذا ما بيش ندويكم على المدن الصغيرة اللي متملحة حالتها ولا في حد مدورها. فكروا في السيناريو اللي بنقولها توا. انت لقدر الله ابوك مرض، امك مرضوا، ولدك مرض، بنتك مرضوا، تبي ترفعها على المستشفى توا في طرابلس ما تقدرش. علاش؟ ما هو الاولوية للجرحى. انا والله ما عندي مشكلة مع الجرحى وان شاء الله كلكم تبروا، بس الناس العادية اللي ما لهمش علاقة في الحرب شنو يديروا يا اخوي؟ يا سيدي مش انتوا جبتوا الشباب وخليتوهم يحاربوا في حربكم؟ مش كنتوا ترفعوا فيهم في تونس وفي تركيا وفي الاردن؟ خيرهم غلوا عليكم الفاتورة ولا باك تشتروا فيلا جديدة؟ اكيد عجبتكم سيارة وتبوا تبدله، فبدل ما تصرف على هديك وهذاك اصرف شوية على صغار بلادك، ولما تجيك ميزانية وزعها صح. بالله عليكم خوتي فكونا من العنصرية، رانا كلنا في نفس الحفرة وكلنا في نفس البز، يا نطلعوا منها مع بعضنا يا بنو نطمروا فيها مع بعض. انا بندريكم زي غسان سلامة، وفي الحلقة الجاية بنبدأ نسميكم بالاسم. شنو هي دي؟ فوال. لا هيك لا 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 فوال، لا لا لو سمحت غسان سلامة ما يسميش في اسمها يا فوال. هو يقول بنسمي لك ما يسميش حد. فغسان سلامة يا عيل، عزيزي المسافر الى تركيا، عزيزتي المسافرة الى تركيا لاول مرة، لا تحزني لو ان ما لقيتوش وانت تمشي وما عرفتوش وانت تمشي وما عرفتوش كيف تتعاملوا مع الناس. اول ماكينة نتاع سحب قولوا السلام عليكم، خوتنا كلنا تلقوهم غد، خاصة في المصرف اهو. وزي كل حلقة منشنوا اللي تبوا وتمنشنوا ما تخافوش منه. هذه الحلقة السابعة من برنامج المخزن، معناها ما زلنا ثلاثة حلقات على الموسم هو. منورين كلكم على الدعم اللي تديروا فيه والدوشة اللي صارها في التعليقات، نقرا في التعليقات اولا باول، نحاول نرد عليكم كلكم. شكرا لكم هلبة، ونوعدكم ان الحلقات الجاية حتزعل هلبة ناس. السلام عليكم.